إيران حركت فصائلها المسلحة وأسلحتها المتطورة باتجاه الحدود الإسرائيلية، وتفاصيل هذا الأمر نقل من قبل العديد من المصادر المهمة والمعتمدة في 24 ساعة الماضية، مثل أوسن ديفندر الذي نقل هذا الأمر عن طريق نور جولان المتخصص بكل التطورات الأمنية الجارية في مرتفعات الجولان وما حول مرتفعات الجولان عبر مصدر خاص، كان قد أكد بأن هذه التحركات تأتي باتجاه مطارين عسكريين في الداخل السوري، تحديدا في السويداء. نتحدث هنا عن مطار الثعلة العسكري وكذلك مطار عسكري آخر عن الثعلة يبعد تقريبا 42 كيلومترا فقط، وهو مطار خلخلة العسكري أيضا المتواجد في السويداء. وهذه المطارات التي نتحدث عنها هي تأتي باتجاه مرتفعات الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل منذ عام 1967، وهذه هي المطارات تقريبا ومواقعها التي أشرنا لها. هذا المصدر كان قد أكد بأن هنالك العديد من السيارات والعربات التي وصلت إلى السويداء مؤخرا وهي محملة بالعديد من المقاتلين الموالين لإيران، ضمنهم مقاتلين أفغان ومن جماعة الحوثي وكذلك من الفصائل المسلحة المقربة من إيران، بالإضافة إلى شاحنات محملة بأسلحة متطورة من ضمنها طائرات مسيرة إيرانية الصنع وأسلحة أخرى، في إشارة إلى أن هنالك أيضا صواريخ متطورة قد وصلت لهذه المنطقة. كلها قد وصلت كما تحدثنا لهذه المطارات العسكرية. مطار الثعلة لا يبعد إلا مسافة 55 كيلو مترا عن مرتفعات الجولان، وكذلك مطار خلخلة العسكري يبعد تقريبا 61 كيلو مترا عن هذه المرتفعات. هذا التطور وهذا التحرك يأتي بعد الهجوم الذي شهدناه من قبل حزب الله اللبناني باتجاه العمق الإسرائيلي من أجل الانتقام لفؤاد شكر، والذي لم يحقق الكثير من النجاحات التي كان يبحث عنها حزب الله اللبناني بسبب الضربات الإسرائيلية الكبيرة التي شلت من حركة حزب الله اللبناني وشلت قدرته الهجومية، مما أدى إلى الإخفاق تماما بهذا الهجوم، عدا مقدرته من ضرب سفينة في البحر المتوسط أدت إلى مقتل أحد الجنود من البحرية الإسرائيلية. لكن في حينها قال حزب الله اللبناني بأن هذه المرحلة الأولى للانتقام لفؤاد شكر، أي أن هنالك مراحل مقبلة للانتقام، وجماعة الحوثي حتى هذه اللحظة لم تنتقم للضربات التي تعرضت لها من قبل إسرائيل على البنى التحتية النفطية الخاصة بها، ونحن نتحدث هنا عن مقاتلين من جماعة الحوثي وصلوا للسويداء، بالتالي هنالك ربط كبير بهذه المسألة واضح. وفي نفس الوقت أن كل هذه التطورات توضح إلى أن إيران تريد تشتيت جبهات على إسرائيل، بمعنى آخر فتح جبهات جديدة على إسرائيل. ونلاحظ اليوم نحن أمام تصعيد كبير على مستوى الضفة الغربية من الفصائل الفلسطينية، والتي أدخلت إسرائيل وشاغلت إسرائيل في الكثير من الصراعات والاشتباكات في هذه المنطقة، بالتالي هنالك إشعال للأمور على مستوى الضفة الغربية، رغبة في مهاجمة مرتفعات الجولان والعمق الإسرائيلي من الداخل السوري، كذلك أن وجود هذه الفصائل والعناصر هنا في السويداء هو يفتح الباب لعملية نقل الأسلحة وتهريبها بالطائرات المسيرة أو غيرها من هذه المسافة باتجاه الفصائل الفلسطينية لزيادة قدراتها في مواجهة الجيش الإسرائيلي، وبالتالي إشعال جبهتين جديدة من أجل مشاغلة وتشتيت إسرائيل تماما عن فكرة التقدم باتجاه حزب الله اللبناني وجنوب لبنان، وكذلك إعطاء صورة واضحة للولايات المتحدة الأمريكية بأننا قادرون على إشعال حرب إقليمية في حالة إسرائيل فكرت في الاندفاع باتجاه جنوب لبنان، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تضغط على إسرائيل للابتعاد عن هذا السيناريو الذي لا تريده إدارة بايدن نهائيا. وكذلك أن وجود هذه الفصائل والتحركات باتجاه السويداء يبدو أيضا مدروسا على المستوى الداخلي، خاصة وأن السويداء شهدت الكثير من التظاهرات في الأشهر القليلة الماضية، وكان هنالك نوع من العزل بالنسبة للنظام السوري. النظام السوري لم يعد مسيطرا على الكثير من مناطق السويداء، وكانت هنالك عمليات غضب، وكان هنالك غضبا كبيرا من العديد من الأمور التي جرت من قبل النظام السوري، بالتالي وجود هذه العناصر هنا يغير الكثير من الأمور، لأن مع التصعيد الجاري في هذه المنطقة وجنوب لبنان وضرب سوريا بهذا الشكل، هو فتح الباب والأفكار بأن من الممكن للجانب الإسرائيلي أن يستغل هذه الحرب وأن يستغل مسألة انعزال السويداء عن سوريا تحديدا، قد يفتح الباب لخلق طريق ديفيد الذي هو يعني السيطرة باتجاه السويداء باتجاه قاعدة التنف المثلث الحدودي بين العراق والأردن وسوريا باتجاه نهر الفرات إلى شمال سوريا،
إلى إقليم كردستان، بالتالي أن يكون هنالك ربطا بين إقليم كردستان وشمال سوريا مباشرة إلى البحر المتوسط، ويخلق معادلات جديدة على مستوى الشرق الأوسط. ويبدو بأن إيران انتبهت لهذه المسألة، هي والنظام السوري، ليدفعوا بهؤلاء وبهذه العناصر أيضا لضبط الوضع الأمني في السويداء وأن تبقى تحت سيطرتهم. وهنالك تعاون كبير على المستوى السوري وعلى المستوى الإيراني، والأمر أصبح واضحا من خلال الاتصال الذي جرى اليوم بين وزيري الدفاع، وزير الدفاع الإيراني ووزير الدفاع السوري، واتفقوا على دعم محور المقاومة وجبهة المقاومة ضد إسرائيل تحديدا. وإسرائيل ترى كل صغيرة وكبيرة تجري من هذه التحركات، إن كانت في السويداء وإن كان ما ممكن أن يكون أيضا على مستوى دمشق وطائرات النحشون أورون تحديدا، وهي من طائرات الاستخبار الإلكترونية الإسرائيلي، ظهرت أساسا الجمعة الماضية وهي تحلق بهذا الشكل المكثف بعدد من الخطوط. كما نلاحظ هنالك العديد من خطوط هذه التحركات، واحدة من هذه التحركات كما نلاحظ هي تأتي باتجاه جنوب لبنان وباتجاه دمشق، وأيضا هذا التحرك يغطي أيضا سوريا وتحديدا السويداء التي اليوم نركز عليها لكي يلقوا نظرة واضحة ويراقبوا ما يجري من هذه التحركات، وكذلك باتجاه أيضا عمق لبنان وأيضا على حول ما يجري في البحر المتوسط، إن كانت هنالك أي سفينة من السفن الروسية أو حتى السفن الإيرانية التي من الممكن أن توصل أسلحة معينة إلى سواحل اللاذقية أو طرطوس أو غيرها من هذه المناطق. بالتالي بالنسبة لإسرائيل تراقب هذه المنطقة، ومع هذه التحركات علينا ألا نستغرب إذا شهدنا بعض الضربات والانفجارات في الداخل السوري من قبل إسرائيل مع هذه التحركات، إن كانت باتجاه دمشق أو إن كانت باتجاه السويداء. لكن بالنسبة لإيران الواضح هنا بأنها لا تشتت إسرائيل فقط عن حزب الله وتحاول حماية حزب الله بفتح هذه الجبهات إن كانت في الضفة الغربية أو إن كانت حتى على المستوى السوري، لا أبدا، بل هي أيضا لكسب المزيد من الوقت في مسألة الانتقام لمن؟ لإسماعيل هنية. وواضح جدا أن هنالك تقدما كبيرا بالنسبة لإيران. إيران تحقق العديد من المكاسب الاستراتيجية الآن على المستوى النووي، فالوكالة الدولية للطاقة الذرية في 72 ساعة الماضية كانت قد كشفت بشكل واضح بأن إيران الآن أصبحت على بعد كيلوغرامين فقط من صناعة 4 قنابل نووية على المستوى النظري، وكذلك أيضا هي تريد أن تستمر في كسب الأسلحة القادمة من روسيا لكي تقوي قدراتها في الداخل. إيران أوبزيرفر ومصادر أخرى كانت قد أكدت بأن طائرة فايكن زيتو ترانز من طائرات الشحن الروسية قد وصلت مؤخرا في 72 ساعة الماضية في 29 من أغسطس إلى إيران قادمة من موسكو، وكانت هذه الصورة المسجلة من الفلايت ريدر 24 لهذه الطائرة وهي تصل من موسكو إلى طهران. هذا هو التسجيل الخاص بهذه الطائرة، تلاحظ هنا 29 من أغسطس، وبعدها غادرت في اليوم التالي مباشرة هذه الطائرة وظهرت وهي تحلق من طهران مباشرة إلى موسكو، وهذا هو التسجيل الخاص في 30 من أغسطس يوم أمس هي عادت. وهذه الطائرة المشكلة هي معاقبة التي نتحدث عنها، الزيتو ترانس فايكن زيتو ترانس، معاقبة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في شهر يناير من العام الماضي بسبب نقلها للعديد من الأسلحة بشكل مخالف للقانون وزيادة الصراعات في العالم، وذكرت عددا من المناطق على مستوى هذه العقوبات مثل أفريقيا ومثل فنزويلا وعددا من المواقع الأخرى، وها هي تصل لإيران، وبالتالي هنالك إشارة كبيرة بأن هنالك أسلحة روسية تصل لإيران في ظل العديد من التقارير التي صدرت من نيويورك تايمز ونقلتها التايمز أوف إسرائيل عن مسؤولين أمريكيين أكدوا بأن الآن هنالك أسلحة ومنظومات دفاعية متقدمة تنوي روسيا إرسالها إلى إيران، وشهدنا العديد من طائرات الشحن الروسية التي تصل لإيران، وها نحن أمام طائرة أخرى هي تصل لإيران. وبالتالي الواضح جدا هنا بالنسبة لإيران هي تريد كما تحدثنا كسب الوقت، الاستفادة من الأسلحة الروسية التي تصلها، خاصة وأنها عرفت تماما بأن التقدم النووي الذي حققته من الممكن لإسرائيل أن تدمره تماما، خاصة وأنها شاهدت كيف أن إسرائيل من فوق الأجواء العراقية نفذت ضربة ناجحة باتجاه منظومة الأس 300 التي كانت متواجدة في أصفهان تحمي المنطقة الجنوبية لمفاعل نتانز، ضرب الرادار الخاص بها وبطارية واحدة مما عطلها مباشرة دون مقدرة هذه المنظومة من فعل شيء أو أن يكون هنالك أي إنذار من الرادارات الخاصة بها، وبالتالي عرفت هنا بأن من الممكن أن قامت بمهاجمة إسرائيل بشكل مباشر، فإن هذا سيعني ببساطة بأنها قد
تخسر تماما المفاعلات النووية الخاصة بها، وبالتالي لما لا لنستفد من الأسلحة الروسية قدر الإمكان، وأن تصل منظومات أشبه بمنظومات الأس 400 لنحقق حماية أفضل مع التقدم النووي الذي نحققه، وبالتالي نصل في نهاية المطاف إلى القنبلة النووية أو عدد من القنابل النووية مرة واحدة، وهو الذي سيعطي الردع الكبير الذي تبحث عنه إيران مع اقترابها من روسيا، مع اقترابها من كوريا الشمالية، وتشكيل هذا الحلف الذي نراه اليوم، وهو الأمر الذي سيكون صعبا للغاية بالنسبة على إسرائيل أو حتى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك لا يبدو بأن هنالك مصلحة لإيران لمهاجمة إسرائيل بشكل مباشر، لأن هذا الأمر سيعطي نتنياهو الذريعة الكاملة لإشعال المنطقة بالكامل وإدخال المنطقة بحرب إقليمية كبيرة. بالتالي المشاغلة من سوريا، المشاغلة من غزة، الضفة الغربية، حماية حزب الله اللبناني والتقدم النووي هي المسائل الاستراتيجية الواضحة من كل ما يجري من قبل الجانب الإيراني، خاصة أن حربا إقليمية قد لا تكون مفيدة لإيران، لأن هذا الأمر سيساعد كثيرا من دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية القادمة ضد كمالا هاريس، وكمالا هاريس والحزب الديمقراطي بشكل عام أفضل، يبدو أفضل بالنسبة لإيران، خاصة وأنهم قادرين على بيع النفط كما يريدون، لأن يتعرضوا للضغط الكثير بهذه المسألة. وكذلك ممكن أن يتحقق اتفاق نووي أفضل بالنسبة لإيران مقارنة بدونالد ترامب القادر على خنقهم تماما اقتصاديا وإدخالهم باتفاقية بشروطه الخاصة. بالتالي هم يبحثون أن تكون الأجواء الانتخابية أيضا لكمالا هاريس أن تكون مريحة للغاية من خلال هجوم غير مباشر باتجاه أهداف مثل إقليم كردستان أو غيرها، أو انتظار وتأجيل هذه المسألة حتى حدوث الانتخابات الأمريكية، خاصة أن كمالا هاريس الآن تبدو متقدمة في بعض استطلاعات الرأي مثل ما يظهره الريل كلير بوليتكس الذي وضح أن كمالا هاريس متقدمة على دونالد ترامب. ABC 358 أيضا يوضح أن كمالا هاريس متقدمة على دونالد ترامب بنسبة 3.4%. كذلك على مستوى الولايات المتأرجحة تبدو كمالا هاريس متقدمة باستطلاعات الرأي في 3 ولايات متأرجحة، نتحدث هنا طبعا عن جورجيا وميشيغان ونيفادا. في ميشيغان هي متقدمة بنسبة 3 نقاط 3% على دونالد ترامب، لاحظ دونالد ترامب 47%، بينما بالنسبة لجورجيا وكذلك نيفادا هي متقدمة بنسبة 1%، بينما دونالد ترامب خطير للغاية، هو أيضا متقدم ب3 ولايات من الولايات المتأرجحة من ضمنها أريزونا، هو يتقدم بنسبة 3% هنا، بنسبة 50% كما نلاحظ 3%، تبدو أريزونا بعيدة المنال بالنسبة لكمالا هاريس. وكذلك هو يتقدم في نورث كارولاينا وويسكونسن بنسبة 1%، وبنسلفانيا تعتبر ولاية متعادلة على الأقل حتى 48 ساعة الماضية، استطلاع الرأي يوضح أن بنسلفانيا فيها صراع كبير، لكن كمالا هاريس ظهرت بموقف صعب للغاية، انتقدت بشكل كبير باللقاء الذي قامت به في CNN أو ظهرت به في CNN مع نائبها، ظهرت مع نائبها بمجرد ظهورها مع نائبها يعتبر نقطة ضعف، انتقدت على ذلك، كذلك تحدثت عن سياسات مختلفة ومتناقضة مع السياسات التي تبعها جو بايدن وهي نائبة له، وبالتالي وجدوا أن كمالا هاريس لا تبدو كرئيس جيد أو مستقبلي للولايات المتحدة الأمريكية، وفي نفس الوقت هي ستكون في مواجهة مباشرة مع دونالد ترامب في 10 سبتمبر. إن أحرجها دونالد ترامب كما أحرج جو بايدن، هذا قد يؤدي في نهاية المطاف إلى خسارتها وتغير كل الأرقام التي رأيناها قبل قليل. وأيضا لا بد من الانتباه أن في مجلس الشيوخ أيضا استطلاعات الرأي توضح أن الجمهوريين سيتقدمون بمقعدين، بمعنى آخر أنهم سيسيطروا على مجلس الشيوخ ومجلس النواب والكونغرس الأمريكي، سيكون أحمر اللون، بالتالي ما فائدة أن يكون هنالك رئيسا ديمقراطيا مثل كمالا هاريس، والتقدم هذا باستطلاعات الرأي واضح جدا على مستوى مونتانا وكذلك ويست فيرجينيا التي هي حاليا تحت سيطرة الديمقراطيين تحديدا. بالتالي هنالك معادلات كبيرة ممكن أن تتغير في حالة قامت إيران بالرد مباشرة على إسرائيل، وتصبح المنطقة أمام حرب إقليمية تؤدي إلى أزمات اقتصادية وغيرها، وبالتالي العالم يصوت لدونالد ترامب الذي يتحدث عن إيقاف الحرب في كل العالم من أجل تحقيق السلام ومكاسب اقتصادية وغيرها، وبالتالي إيران تكون هي الخاسر الأكبر.